يقول: هل يجوز لمن يحفظ القرآن أن يتحرك عند حفظه فيميل إلى الأمام بصدره ثم إلى الخلف يتحرك؟ لا، ما له أصل هذا، ما له أصل. والواجب الإنصات عند تلاوة القرآن وعدم العبث والحركة. نعم، هذا شغل الصوفية، التمايل هذا شغل الصوفية. وقد ذكر أنه من عمل النصارى عند قراءتهم للإنجيل، ونحن منهي عن هذا. نعم.